السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن لعبة محاكي الشاحنات. طبعا أنا كنت عم بسوق الشاحنة قبل، طبعا حكيت لكم أنا بالمرة الماضية إنه خربت التسييفة وراحت، فلذلك أنا كنت خلال ما كنت غايب كنت عندي الإنترنت مقطوع، فرحت اشتغلت بالسيارة واشتغلت مصاري. مثل ما انتم شايفين عندي 4,585,440,256 دولار يورو. طبعا احنا الان في طور الاونلاين، بنشغل السيارة اول شيء، بنشيل الباك. شو بيقول لي؟ اي خلينا نطلع من برا نشغل ونمشي. طبعا ما في حدا جاي، تمام. طلعنا على الطريق مع انه طلعتنا غلط، ما لنا شوفيرية محترفين. الان بعد ما طلعنا على الطريق ويا شباب بلشنا نمشي، اليوم رح احكي لكم قصة، تمام. قصة مو قصة هي، انا حابب اشارككم بعض المعلومات يلي انا حابب اشارككم فيها صراحة، يلي كتير عالم عم بتحكي عنه، فقلت لازم نشارككم بهاي المعلومات لانه انتو حبابي وقالين علي. الين بالغالي، الين بالحبيب، والله ميت السلامة على راسي، والله اهلا وسهلا. فقلنا لازم نشارككم اياها هاي المعلومات هاي ونحكي فيها بشكل مفصل. طبعا انا هلا بعد ما مشيت استلمت الطريق وثبتت السرعه مشان ناخذ راحتنا بالحديث، تعرفونا يعني نحن لازم ناخذ راحتنا بالحديث حتى نعرف شلون نعبر عن الموضوع اللي نحكي عليها، تمام. اليوم رح نحكي لكم قصه، بس القصه ما رح تكون قصه عاطفيه او قصه مختلفه، تمام. رح تكون قصه مهمه لمستقبلكم انتم كشباب. رح احاول اليوم الخص جزء او احكي القصه كامله، ها. بس اذا انتم عجبتكم القصه حطوا لي لايك، ما عجبتكم القصه حطوا لي ديسلايك عشان اعرف انه ثاني مره ما افكر اعمل لكم هيك، ابسط لكم العلوم، تمام، او ابسط لكم العلوم الترفيهيه على حياتنا الواقعيه. ايوه في هون حادث يا معلم. والله في حادث، ما في حادث رح انزل. قطعنا الحادث خالص، امورنا لوز. وين الاونلاين؟ موجود فيها، انا فكرت ما طلعنا من الاونلاين. المهم القصة اليوم راح نحكي لكم اياها هي على الكودينج اللي فيه كتير ناس، او التشفير، تمام. اللي كتير ناس ما بتعرف شو هو التشفير او شو هو الكودينج بشكل عام، او بتعرف عن الكودينج معلومات بسيطة، او يقول لك انه انا الكودينج هي مثل اي فرع بالجامعة لازم واحد يتعلمه، وفي ناس بتقول لك لا لازم هلا كل واحد يتعلم الكودينج، لان اللي ما بيعرف يفهم كودينج وما بيعرف بالكود فرح يكون مشاكل مستقبلية كتير، تمام. انا رح بسط لكم اياها لابسط درجة، تمام. رح نبلش نحن نفرض من اول مرحلتكم، يعني نمشي لكم مرحله مرحله بحياتكم، وبعدين من المراحل هاي نمسك قسم ونشرح لكم شو فئات الكودينج رح يكون في ضمن حياتكم، تمام. رح نبلش اول شيء مثل انتم كلكم شباب، يعني في منكم خلص توجيهي دخل الجامعه، الله رزقه قدر، يعني الله وفقه قدر يدخل الجامعه، وفي ناس ما الله وفقهم وتركوا الجامعه، وفي بلادكم في بعض منها في عندهم جيش وفي ناس ما عندهم جيش. المهم راح انتقلوا للحياة العملية، تمام. وبلشوا يشتغلوا في بشتى الوسائل، اما راح يتعلم مصلحة او راح يشتغل في مكان هو اساسا عنده مصلحته بلش يكمل فيه. كل واحد راح على المجال اللي هو شايف حاله بلاقي حاله فيه، صح. طب في بعض منكم او بعض الناس، او نفرض جزء من هدول الناس يلي خلصوا، راحوا بعد ما خلصوا الجامعة، أما عفوا مو بعد ما خلصوا، بعد ما طلعوا من مرحلة التوجيه ما قدروا يدخلوا الجامعة، أو كان مثلا دخلوا الجامعة بس ما قدروا يكملوا لسبب ما، الله أعلم إيش هو السبب، بس المهم فرضا ما رح نحدد إيش هو السبب. المهم في سبب ما قدر يكمل هذا الشخص دراسته الجامعية، ترك الجامعة لحد وفاة مثلا لقصة، المهم يعني في سبب، تمام. ما رح ندخل على تفاصيل كتير. فأنت صرت امام نارين، فبيقولوا لك اهلك انه انت هلا موجود بحوالتك، اما انك تنزل تشتغل عامل عند حدا وتبلش تتعلم مصلحة وتروح تفتح مستقبلا، يعني تبلش تشتغل وتتعلم، او نحن في عنا رح نفرض مبلغ 10,000 دولار رح نعطيك اياه وتفتح فيها محل وتبلش تشتغل، تمام. ايش بوهد؟ المهم رح تفتح بها 10,000 دولار ورح تاخذها وتروح تفتح فيها مشروع ايا يكن. وطبعا عندك 10,000 دولار ممكن تستثمرها بشكل صحيح، وممكن تضعفها وتصير صاحب مثل ما يقول عمل، وبنفس الوقت ممكن تفشل
وبتروح ال 10,000 وتروح تشتغل عامل، تمام؟ طبعا هلا ممكن الناس تقول ال 10,000 شو ممكن تعمل حسب كل بلد من البلدان العربية، لأن في بلدان عربية تعتبر ال 10,000 دولار ثروة، وفي بلدان عربية ما تعتبر أي شيء أو ما لها قيمة حتى. يعني ممكن هي تعتبر راتب شخص لمدة شهرين، تمام؟ انا راح ابسطها عليكم نحسبها مشان انتم تقدروا تحسبوا وش اللي صار ايش اللي صار ايش اللي صار. المهم قلبت السياره يا ساده يا كرام، يو هاف لفنت ما بعرف ايش، شكلي طلعت من الاونلاين. المهم لسبب ما بعرف شلون قلبت السياره وشفتوا انتم شلون ده رجع. فنرجع بنكمل لكم. فنفرض هاي 10,000 دولار بحسب بلدك انت، مثلا مثل سوريا تعتبر ثروه قلت لكم، بس رح ابسطها عليكم نحسبها بشكل ابسط. احنا حطينا رقم 10,000 دولار، ممكن يكون اكبر وممكن يكون اصغر حسب البلد اللي انت عايش فيها، تمام؟ انت ال 10,000 دولار اخذتها، فبدك تبلش تفتح تفكر فيها، تفتح مشروع او تفتح اي شيء بحياتك. ممكن تروح انك تفكر بتقول انا مثلا بدي افكر افتح محل بيع المعدات، فلنفرض مثلا وات ايفر، يعني ايش بدك اعمل اعمل. او مثلا بتقول بدي افتح محل بيع الألبسة أو محل بيع السوبر ماركت، أو ممكن تفتح محل بيع، المهم أي إشي أنت حابة تبيعه، تمام؟ بهالمحل بدك تفتح محل البيع، مو محدد في صنف معين أو شيء، أو مثلا محل أجهزة كمبيوتر، تمام؟ أو أجهزة موبايل، تمام؟ بدك تفتحه وتبلش تبيع، تمام؟ طبعا أنت هالمصاري الموجودة عندك 10,000 دولار كأي شخص بده يقول لك أنت شلون بدك تشتري البضاعة وشلون بدك تخصم هاي المصاري بينها وبين المشروع رح تفتحه، تمام؟ يعني انت عندك هلا المحل لما بدك تفتحه في عندك اجار محل، في عندك تراخيص، في عندك ما بعرف في بلدك بده ترخيص ما بده ترخيص، بس المهم في عندك تراخيص، في عندك تسويق للمحل، في عندك تجهيز المحل، يعني رفوف طاولات كراسي الشغلات هاي اللي بتلزمك لازم تكون بالمحل موجوده، تمام؟ تمام. طيب هلا ممكن لو واحد يطلع اللي خيو انا ب 10,000 دولار، يعني ممكن انه المحل، يعني المحل انت رح تقرره، بس المهم رح يكون الاجار ان 5,000 دولار مقسومه بين هالاشياء هي، تمام؟ يعني انا بعطيكم اياها 25% منها او 50% منها نفرض يكون اجار المحل لمده سنه، تمام؟ هي افضل حسبه انا يعني شفتها، و20% بتكون بين تراخيص وتجهيز المحل، و5% تسويق. يعني 5% قليل، لازم تكون اكثر من هيك، بس نحن عم نحكي على محل يعني اغلبكم حتى ممكن ما يفكر يحط تسويق، لانه اساسا بيقول لك هو بالمحل موقعه صار مسوق، لانه نحن اخذينه على شارع وكذا. بال 5000 اللي بقيت معك الثاني، ال 5000 هي الثاني اللي بقيت معك رح تشتري فيها منتجات، تمام؟ طبعا المنتج رح تشتري منه من كل صنف نوع، او مثلا من الصنف الواحد تشتري منه قطعتين، تمام؟ رح نفرض ال 5000 دولار رح تشتري لك 50 صنف، تمام؟ يعني تقريبا بيرجع الصنف 10 دولار، يعني انت رح نفرض حقك قطعة 5 دولار، تمام؟ واشتريت منك كل من كل اشي قطعتين، عندك 50 صنف، تمام؟ تمام. بلشت تشتغل والله رزقك فتحت وبلشت المحل وفتحته، بعد سنة صار عندك مربح ما يعادل 5,000، تمام؟ طبعا هي تقديريا ممكن الرقم يكبر وممكن الرقم يصغر، تمام؟ ال 5,000 دولار ايش رح تعمل فيها؟ انت هون خلصت السنة الاولى، بلشت السنة الثانية. فممكن اي شخص على بيقول لي انه اليوم انا بعد ما خلصت ال 5,000 دولار وبعد ما خلصت السنه ممكن انه انا بكبر، ممكن انا بجيب صناف جديده، ممكن انا بفتح فرع ثاني، ممكن اي حدا يفكر في اي شيء، تمام؟ بس ولكن في نقطه مهمه جدا نسيتها انت، بال 5,000 دولار اللي انت ربحتها او طلعت معك ناتج مربح، طبعا من هذا اجورك من هذا اي شيء، احنا بنحكي مربح 5,000 دولار طلع معك ويعتبر رقم جيد كمان. 5,000 دولار هذا اللي طلعته انت من الشغل تبعك، هاي ال 5,000 دولار في عندك انت اول شيء نسيانه اللي هو اشتراك المحل اللي رح تجدد فيه السنه، اللي هو كنا حكينا بالسنه قبل 50% انت كان يطلع تقريبا 2500 دولار، تمام؟ فهي في عندك اول شيء تجديد اشتراك محل او اجار محل، وبعدين بيجيك ممكن انت في عندك هون هدر ما هدر، ما نفرض انه ما صار عندك هدر، تمام؟ بس في عندك تسويق ما حطيته انت نسيت تحطه، اللي هو انك حطينا 5% والباقي ما راح نحكي فيها. وفي عندك انت كمان صحيح التراخيص، يعني اغلب الدول او اغلب الاماكن بيدفعوها بشكل سنوي، فانك تدفعها بشكل سنوي فلازم تكون من الاجور، تمام؟ من تجهيز المحل هاي، تمام؟ يعني تقريبا انت تحطه في راسك ال 5000 راح يضل منها 2000 وجزء ما يضل منها 2000، تمام؟ ورح نفرض انه ضل منها 2000، تمام؟
ال 2000 هاي رح نرد نشتري فيها اصناف، رح نشتري فيها 20 صنف. فصار انت عندك بالمحل بعد سنتين شغل او سنه وبديت السنه الثانيه رح صار عندك تقريبا 70 صنف بتبيع منهم. طبعا انت كل ما كان معك راس مال اكثر تشتري اصناف اكثر وتبيع، تمام؟ هاي ابسط اشياء بحاول اوصل لكم الكودينج لوين يوصل، تمام؟ فهمتوا علي؟ تمام. هلا نحن اليوم انا كشخص جيت حطيت هالراس مال كلياته وبدي اشتغل فيه. طيب طبعا انا المتجر اللي انا عملته والمحل اللي انا فتحته، طب ليش ما نفرض انه انا بفتحه اونلاين، تمام؟ بفتحه عبر الانترنت، بعمل بستاجر دومين وباخذ مساحه وبرفع فيها الموقع وبشتغل عليه. طبعا ممكن واحد فرن اللي بده هي مبرمج، وهون دخل شغلك انت بالكودينج. لو انك انت كودينج او تعرف تكود مو بالمستوى البروفيشنال، لين بالشباب والله ميت السلامي. خلينا نفضي السياره ونحمل حمل تاني وبعدين نكمل لكم القصه. تمام، وهلا بنكمل لكم اللي كنا عم نحكي فيه. نرجع على الكودينج، تمام؟ فانت اليوم اجيت بدك تفتح متجر، بدل ما تفتحه متجر على المتجر حقيقي روح افتحه اونلاين، تمام؟ هتقول لي يا اخي نحن نحتاج لمبرمجين. طب انت تحتاج لمبرمج، صح، بس انت لو كنت عندك معرفه بالكودينج ما تحتاج مبرمجين. تخيل انه انت لما كنت بدك تفتح المحل اللي كنا حكينا عليه بالاول وانت ما بتعرف حساب، ما بتعرف الجمع والطرح والضرب، ما رح نحكي بشغلات الحساب المعقدة، حساب الفائدة وحساب ما بعرف ايش، وندخل في شغلات مستوى من الرياضيات جدا عالي، لا، انه انت ما بتعرف الجمع والطرح، فما رح تحتاج لشخص يساعدك بالجمع والطرح اكيد. فلذلك انت لما تكون في عندك حدا يعني لما تكون انت عندك معرفة اللي هي البسيطة بالرياضيات، فانت ما احتاجت لحدا تاني يجي يساعدك بالمحاسبة المحل بعملية الحسب والبيع والشراء والشغلات هي. وهون دخلت موضوع الكودينج دورها، يعني هي مو بهالدرجة، هي فيها شوية تعقيد أكتر شوي، بس ولكن هي تقريبا تشبه الرياضيات، تمام؟ فأنا اليوم عندي محل فتحته وما بعرف رياضيات، ما رح أقدر أشتغل فيه، بدي أول شيء أتعلم الرياضيات وبعدين أفتح المحل. وهون نفس الشيء الكودينج، أنا ما حكي لك إنه روح تعلم الكودينج بطريقة احترافية جدا عالية وتروح تسوي مشاريع وشغل الناس اللي هي أساسا عم تشتغل عليه وبتضل طويل، لا، أنا بحكي لك مثلا أنت بتفهم بالكودينج إذا جاك كود تعرف شلون بتحله، تعرف شلون إيش مكتوب في قلبه. الكود هذا لما أنت بيجيك، فلنفرض انه انت هلا نحن حكينا بدنا نفتح انت محل، تمام؟ انت اليوم يكون عندك قواعد بالكودينج، تعرف شلون تشتغل بالكودينج، فانت بتعرف انه راح تحتاج لدومين لهوستينج، وبعد ما تحتاج لهوستينج تحتاج انك تشتري قالب من في موقع كتير مشهور وتشتري منه قوالب ووردبريس او القالب اللي انت بدك اياه، بتروح بتركبه على الموقع تبعك وبتركب له كم اضافه وبتركب كم شغله عليه، الموقع صار نظامي، صرت بتقدر تروح تدخل بقلبه وتبيع اللي انت بدك اياه وعوزه، تمام؟ رح نحكي بطريقة عملية أكثر، تمام؟ أنا اليوم عندي 10,000 دولار، بدي أفتح متجر، تمام؟ إنه بدنا نفتح متجر إلكتروني، ما رح أفتح أنا متجر حقيقي، أنا بدي أروح أستأجر، بدي أفتح محل بالإنترنت، وبالبيت أنا بدي أبيع، ما بدي أطلع برا البيت، تمام؟ إيش أول شيء اللي أحتاج؟ أحتاج لدومين وهوستينج، طبعاً هدول حقهم تقريباً يتراوح، طبعاً إحنا بنحكي الاشتراك سنة، تمام؟ بعد السنة بدي يتجدد. في عندك حسب المنصه اللي انت تاخذها، المهم راح نحكي نحن في احد الادنى اللي هي ممكن تمشي انت مشي، ما راح اقول لكم انه مستوى عالي جدا انتم ما تفهموا علي، المهم شيء مشي حالك يكلف حقه 12 دولار، تمام؟ تمام. وبالاضافه يلزمنا لانه نشتري قالب لحتى نركبه، حق القالب 30 دولار، وفي منها كثير مكركه ممكن تاخذ القالب وتركبه هيك بدون ما تدفع شيء ابدا، بس راح نقول نحن عم ندفع 30 دولار كمان حق القالب، تمام؟ مش قد صار عندك انت حطيت تقريبا 40 دولار، تمام؟ او رح نقول 50 دولار يا اخي مع المصروف، وفي عندك انت شوية هيك تصاميم بدك تعملها شوية لوجو ما لوجو هالشغلات هي، نفرض ال 10 دولار اعطيت للمصمم قلت له بس اعمل لي هالكم شغله مشان نكمل المخطط تبعنا، تمام؟ تمام. فانت هلا صار عندك متجر الكتروني جاهز، تمام؟ بنروح هلا بدنا نرفع عليه بدنا نروح نشتري، هلا احنا ضل عندنا من المصاري 9,950 دولار، تمام؟ صح.
طب المتجر الالكتروني ما بصير تحط المصاري كلياتها بالمنتجات وتروح تعرض الموقع وتبرق تستنى الزبون يجي لعندك، تمام؟ المتجر الالكتروني بيحتاج تسويق. طبعا ممكن انت بتسوق لحالك، بتاخذ الروابط بلش تنشرها على فيسبوك على انستغرام، بلش تنشر 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 بشكل يومي وبشكل دوري، مثل الاعلان تماما نفس الاعلان، بس ولكن الاعلان بيريحك من هالموضوع هذا، بتجيب شخص بتعطي له الشركه، هن بيروحوا بدوروا لك الناس المهتمه لمنتجك وبروحوا بيجوا لك اياها. نفس الشيء تقريبا، يعني هي في شويه فروق بسيطه، يعني هي طبعا الافضل انك تسوي الاعلان بس، ولكن يعني اذا انت ما عندك ما في مشكله، ممكن انت تسوي التسويق لحالك، انت بتصير تعرض وتشتغل هذا الاشي. راح نحط نحن من الميزانيه ال 400 ال 550 دولار اللي ضلت، اللي مو 950 لا اي 450 دولار اللي ضلت، هي تسويق لفيسبوك ولجوجل، تمام؟ بس والباقي اللي ضل عندنا 9500، هاي المصاري راح نشتري فيها بضاعه، تمام؟ وهالبضاعه راح ناخذ هالبضاعه بعد ما نشتريها راح ناخذها، تمام؟ راح ناخذ هاي البضاعه اللي جبناها اللي هي ب 9500، يعني تقريبا راح تجيب لي قدر 95 منتج، تمام؟ لان قبل حكينا كل منتج حقه 10 دولار، يعني تقريبا راح يجيب لي 95 منتج، تمام؟ فانت راح يجيب لك 95 منتج تحطه تبيعه. طبعا ممكن هلا ممكن واحد حلو والله الكلام، بعدين بروح انا بشتغل فيه، بروح بجيب شخص يبرمج لي الموقع. خلصت الحكايه، اذا بدك تجيب شخص يبرمج لك للموقع، طبعا هون بعدين انت بتبيع بالسنه الثانيه، انت بلشت من اول ما بلشت انت متقدم على حالك بهديك بالمتجر العادي بثلاث سنين، يعني بده ثلاث سنين اللي عم بيشتغل بالمتجر العادي توصل 95 منتج، انت من اول ما فتحت بلشت 95 منتج، فهي نقطه جدا مهمه. فهلا ممكن الشخص اللي خيو بعناته على الحكي هذا، انا بروح بجيب شخص بيشتغل بالكود بيبرمج، بخلي يركب لي هذا القالب على ووردبريس وخلصت الحكايه ومشيت. صحيح الكلام، بس ولكن انت يعني هو اللي معرفته كل اللي تعلمه استغرق لبين ما تعلم هالشغلات هاي، يمكن شهر او شهرين راح تعطيه انت تقريبا 100 دولار او اكثر جزء من 100 دولار كل شهر او كل سنه، تمام؟ احنا نفرض انه انت عندك بالسنه مره واحده تحديثه واحده، خيو راح تدفع له 100 دولار، تمام؟ فكل سنه 100 دولار. فانت اذا فكرت يوم من الايام انك تطور ما راح تعرف تطور، لان انت ما عندك قدره انك تطور. في عندك مثلا مشكله تانية ممكن ان تقول انا بالمستقبل مثلا بدي اعمل، مثلا بدي اركب شغله زياده، فالمبرمج اللي انت متفق معه لركب لك القالب بس ما راح يقول لك انا بدي اشتغل لك ببلاش اركب لك هاي الشغله اللي انت بدك اياها، فدائما بيضل بتطالع بياخذ منك وبالداخل يدخل منك. طبعا انا بحكي لك على وورد بريس لانه ابسط اشي، يعني في شغلات معقده اكثر وتحتاج خبره اكثر، بس والوورد بريس لانه هي عباره يعني البرمجه، وصلت لكم اياها؟ يعني في ناس كثير تاخذ البرمجه انا بدي اكتب سطر من السطر هذا يصير زر، لا هذا كتير كتير صعب. لا تاخذ بهذه الصعوبه هي، وخصوصا بالمدارس المناهج التعليميه تبعتنا لما يروحوا يبلشوا، اول ما يبلشوا لا يمسكوا الطالب يعلموه سي شارب او جافا. يا اخي ايش بدك من هذول الاثنين؟ في شغلات ابسط شويه وشي فهمه شلون، او شي فهمه على شغلات بسيطه، شوف النتائج الرهيبه راح تطلع معه، وبعدين دخلوا الشغلات المعقده اكثر اللي هي جافا والسي شارب او سي بلس بلس، واللي هذول الشغلات اللي كتير معقده. طبعا كل اللغات، طبعا السي شارب وبلس بلس هذول يعتبروا اساسيات، والجافا يعتبر اساسيات، بس ولكن هلا انت تدخل بعالم اي شيء موجود صاير على موقع على البي اتش بي هو يعتبر اساس، يعني HP هي تعتبر اكثر شيء اساس. فانت لازم اول شيء تتعلم البي اتش بي، حتى البي اتش بي شوي معقده فيها شويه تعقيد. اول شيء انت تعلمت ما قلت لكم، تعلم شلون تركب ووردبريس، بعد ما تعلم شلون ووردبريس حاول انك تفهم ايش مكتوب بضمنه، بعدين الووردبريس يكون معتمد على البي اتش بي، روح فهم البي اتش بي شلون، اقرا عنها شوي، افهم عنها شوي، افهم الشغله اللي انت تحتاجها، بس شوي شوي راح يصير عندك خبره بالكود. كله بالنهايه المبدا واحد على البرمجه او الكود او التشفير، يعني فهمتوا علي؟ فانت مجرد ما انك تعلمت هالشغلات هاي بتعرف الباقية، تمام؟ راح احكيكم معلومة جدا مهمة عن الكود او التشفير بشكل عام او التكويد كلياته، تمام؟ بوردبريس او حتى كل المنصات هلا اللي موجودة لارافل بي اتش بي اي اشي انت بدك تشتغل عليه، كله عبارة انه انت ما مطلوب منك تعمل اي اشي من الاساس، تمام؟ يعني مثل الكهربجي اللي مثلا يقولوا له انت لازم نتعلم الكهرباء، فالكهربجي شغلته لما هو بيجي كهربجي، انت لما تجيب عندك كهربجي عندك على البيت، هو ما راح يروح بيفكر لك شلون اللمبه بتشتغل وبيبلش يجمع لك اياها وبيختار لك اياها وبيصممها كيفه، لا هو كل ما هنالك بتجيب اللمبه
هو بيجيب لك وتجيب له الشتات، تجيب له المعدات ويبلش هو يوصل، وبعد ما يوصل يورجيك نتيجة انه اشتغلت اللمبة. وهذا هو التشفير، هذا هو التكويد يعني. هلا هاي بأبسط صورة، طبعا المستويات المحترفة هن اللي بيسووا اللمبة، في ناس بتسوي الشاشة، في ناس بتسوي الغسالة، البراد، بهالبساطة بهالمواضيع هي، فهمت شلون؟ بس ولكن انه انت كمبرمج بدائي ممكن انك يعني مثل الكهربجي بتعرف شلون بتاخذ هذا الاشي بتوصله مع بعضه، بتعمل توصيلاتك مثلا، تاخذ هاي الشغلات اللي موجوده هون مثلا نعملها منها شكل تاني، فهمت شلون؟ يعني هي بالنهايه هلا تقريبا كل اشي موجود في منه حزمات موجوده بالانترنت، بتروح انت بتشتريها وبتحملها عندك على الموقع، بترفعها وبتركبها وبتوصلها، وبعدين انت منها بتوصل منها تاخذ منها فروع على مثلا اذا بدك تعمل تطبيق تاخذ منها فروع على التطبيق، بدك تاخذ منها فروع مثلا لغير موقع عشان يصير تحكم تاني. فهي مثل 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 الشرطان تماما والله، يعني هي من ابسط طرقات، يعني من ابسط الاشياء اللي عم بسطلكم اياها. ممكن هي تكون معقده اكثر لما انت تبرك بدك تشتغل فيها في بايدك، بس هاي. ف نصيحه اخيره، وانا من الاول عم بحاول انه اشرح لكم اياها وبسطلكم اياها على الحوار اللي امبارح دار معي انا بقصاي، كنت عم بفكر اليوم احكي لكم اساسا قصه، بس امبارح وقت كنت عم بتناقش انا وقصاي عن موضوع التكويد، بيقول لي انه مالي مهتم وانا ما بيهمني وانا ما بيهمني. لا، بيهم كل انسان ولازم يتعلم التكويد. طبعا انا حكيت لكم اياها هاي حتى تفهم انت ايش راح يكون مبتغاك، ايش راح تكون تسوي تمام بالمستقبل، يعني اعطيتكم يعني مثال على محل صغير. طبعا بالمستقبل ممكن نتفكر بشغلات اكبر من هيك، تعمل مثلا نظام محاسبة مثلا، نفرض انت صاحب محلات تمام، عندك متجر الكتروني وعندك متجر حقيقي، 4-5 محلات، والله رازقك والله معطيك مثل ما يقول، وانت من هالمتاجر كلها بدك تعمل مثل نقطة حساب لكل هذا الاشي تمام. فبدك تروح تجيب محاسب، تسوي لك نظام محاسبة ومعقدة جدا وشغلات، ونظام المحاسبة لازم يكون اوف لاين على الكمبيوتر واحد، والمحلات كلها تبعت للجهاز الرئيسي والمركز الرئيسي هو يوزع للكل. هلا في نظام الكتروني اساسا بتحمله على موقع، ما هو عم بيبيع بالمحل فورا لحاله بيرفع للموقع، انت عم بتبيع بالموقع لحاله بيرفع للموقع الثاني، بس عمليه توصيل بسيطه بتسويها وخلصت القضيه. يعني هالشغلات اللي كانت اول تعقد معقده جدا 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 صارت جدا 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 بسيطه. بس حبيت انا اشارككم بهالمعلومات هي وافيدكم بالشيء اللي انا بعرفه، الشيء اللي انا بحب كل الناس تتعلمه، لانه بس تعلمت البرمجه رح نشوف اشياء جدا خرافيه مبدعه بالمستقبل، وانا واثق من هذا الاشي. يعني مثل اليوم مثلا الفيسبوك هو نظام برمجي، اللي انت محل ما عم بتشوف اليوتيوب هلا انت محل ما عم بتشوفني نظام برمجي، يعني بالنهايه اني برمجوا الموقع وعملوه، بلشت ناس بتشوف الابداعات، المواقع الاخباريه كلها نفس الشيء. في يعني هلا انت موجود عندك، في عندك الالعاب، في عندك يعني اشياء كتير كتير ممكن تتعلمها من وراء التكويد. طبعا انا قلت لكم بالبدايه بلشوا بالبي اتش بي، كان اول بالاساس من تقريبا 10 سنين اي حدا بيقول له بدك تبلش البرمجه بيقول لك اول شيء تعلم بالبي اتش الاش تي ام ال، لان هي ابسط كتير، يعني هي انه تكتب سطر بيطلع معك صوره، كبوس هي بيطلع لك زر تمام، ما هي المعقده الاكثر. فهلا صارت انا بتوقع انه البي اتش بي اكثر اهميه من الاتش تي ام ال، لانه في صارت البي اتش بي هي المحرك الخلفي، في صارت تنزل واجهات افضل، طريقه العمل صارت اسلس واجمل من البي اتش من الاتش تي ام ال. فلذلك نصيحه مني لكم، تعلموا الاتش تي ام ال، عفوا البي اتش بي، بادروا بتعلمها، بادروا انكم تعملوا اشي بحياتكم مهم جدا، يعني 2 أو 3 ساعات يا حرام ايش بتعبي المسكين تعبي مثل ما انا قلبت قبل شوي. ايه بس حبيت انشرلكم هاي المعلومات، بعتذر عن الطالب، بعتذر انه قريت كتير، ما بعرف اذا رح يعجبكم ولا ما رح يعجبكم هذا الاشي، بس ان شاء الله يعجبكم، لاني انا واثق انه دايما اقدم لكم اشي يعجبكم، مع انه صح المشاهدات ضعيفة بس لا في مشكلة، ما في مشكلة، نحن مستمرين معكم مدام في 10 أو 15 شخص عم يسمعني. انا طيب لك هاني ثبت سلام هون ايه حبيبي. هذا اللي بيترك الدركسيون. طبعا بعد ما عطلت السياره
وخربت و وش في هون على اليسار ما بعرف. المهم في هون هوتيل رح ندخل على ننام وننهي هذا الفيديو، وشكرا لحسن المشاهدة وشكرا لكم، ونعتذر عن الإطالة ونعتذر عن الحوادث اللي صارت معنا، بس يعني الدركسيون ما بخلص. يلعن شرفه الدركسيون، يلعن بطيء كتير. في حدا بيعرف شلون بسرع لفته؟ طلعوا ما ابطاها. وبيكون وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، استنونا كل يوم في جديد حلقة جديدة الساعة 6. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.